في إطار تفعيل أنشطتها الاجتماعية وترسيخا لمبادئ وقيم التضامن والتكافل الاجتماعي واحتفاء بمهرجان السنوسية لقرية بو محمد في نسخته السادسة، نظمت جمعية مهرجان السنوسية للتنمية والتواصل بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للصحة ومجموعة من الفاعلين حفل إعذار جماعي في نسخته السادسة لفائدة أطفال الأسر المعوزة المنحدرة من مختلف مناطق الإقليم، وذلك صبيحة يوم الجمعة 10 غشت الجاري بالمركز الصحي الحضري للقرية. هذا وقد حضر فعاليات هذا العمل الإنساني كل من السيد رئيس جماعة قرية بو محمد ومندوبية وزارة الصحة بالإقليم وفاعلين جمعويين وعناصر الوقاية المدنية والدرك استعدادا لهذا العرس التكافلي الكبير. مبادرة ديال الجمعية مهرجان السنوسية للتنمية والتواصل، بطبيعة الحال الجمعية مشكورة غتوزع عليهم مجموعة ديال المساعدات، المندوبية الإقليمية ديال وزارة الصحة مشكورة لأنها شريك أساسي بطبيعة الحال هذه العملية، غتعطي الدواء لهذ الوليدات، تعطى لهم كذلك الحويجات من طرف الجمعية ديال المهرجان السنوسية. حنا تنتمنوا هذا العمل وهذه الخطوة وتنباركوا العائلات على هذا الحفل الإعذار، شكرا لكم انتم كذلك. وفي ذات السياق تجند لهذه العملية الإنسانية طاقم طبي متخصص ومتمرس بالإضافة إلى مجموعة من الممرضين والممرضات وأعضاء جمعية المهرجان، حيث سهرت هذه الأخيرة بمعية شركائها على توفير الأجواء الاحتفالية للأطفال ولأسرهم وضمان السير العادي للنشاط منذ بدايته إلى نهايته. وبالموازاة مع عملية الإعذار استفادت أسرهم من مؤونات غذائية ونصائح وإرشادات طبية وأدوية خاصة لعلاج المضاعفات المحتملة بعد عملية الختان. وللإشارة فإن عملية الختان الجماعية عرفت إجراء فحوصات طبية قبلية وتحاليل للكشف والتأكد من وجود مادة مسؤولة عن تخثر الدم لدى جميع الأطفال المستفيدين، والذي فاق عددهم اليوم 150 طفلا في جو عالي التنظيم. كنتشرفوا حنا كلجنة منظمة لتوزيع الملابس بالنسبة للمناسبة الإعذار أننا نوزعوا هذه اللبسات اللي كتشوفوا للمستويات، لجميع المستويات. كما أن الجهات المنظمة حرصت على إدخال البهجة والسرور لقلوب الأطفال المستفيدين وأوليائهم، حيث مرت فعاليات حفل الختان في أجواء منتظمة ستمتد على مدى يومين من الانطلاقة والرهان ختان 300 طفل بالنهاية. الله يرحم والديهم، بصراحه ساعدونا بزاف، كاين اللي ما كيلحقش يختن وخا وليده. الله يرحم الوالدين، كل شيء مزيان اخاك، الله يرحم الوالدين وكثر خيركم. اول مره لا بنيس نوس لا بعيده خيتي شويه كيشتغل الزوج غير بدون عنده عامين وخمس شهور، صار شي مزيان داروه لنا مزيان، الله يكثر خيرهم. أولياء الأطفال المنتمين للطبقة المعوزة لم يترددوا بدورهم عن إبداء شكرهم وامتنانهم لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية القيمة من قريب أو من بعيد.